في الدوري الفرنسي لان باريس سان جيرمان عنده هدف مهم جدا وهو تكسير الرقم القياسي من حيث عدد الالقاب في الكره الفرنسيه. الحديث بالاساس عن الدوري الفرنسي والهيمنه لسانتيتيان وكذلك لنادي مارسيليا في انتظار كذلك حضور باريس سان جيرمان في ريادة الفرق الأكثر تتويج بلقبها. هذا هو الجديد كذلك حضور على مستوى وسط الميدان بالمنطقة من الجهة اليمنى التسديدة لكن بعيدة تماما عن مرمى الدولي الفوندي باريس سان جيرمان. فعلا تياغو سيلفا اليوم يعادل رقم باتيناي على مستوى على الفريق المنافس وبالتالي هنا فرصة وإمكانية لافتتاح باب التهديف. كافاني كافاني مرة سليمة هذه طرف المدافع منصوب تبقى باريسية في هذه اللحظات. مراوغة رائعة مراوغة رائعة فرصة 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 كارلو انشيلوتي وانطوان كومباري قبل ذلك ثم اوناي امري ولورون بلون. دي ماريا الارجنتيني يبحث عن العرضية يبحث عن المرور العرضية ممتازة. كافاني شديدة بالنسبة لتوماس دوخيل يلعب بها في دوري الابطال بينما فرصة جول 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 اديسون كافاني افتتح باب التهديف للكتيبة الباريسية بعد هفوة دفاعية في كتيبة نادي أنجي. كافاني بيوتو ودون مشاكل يحط الكرة في المرمى وفرحة مستحقة لمونسو. يتقدم في الجيني مونسو يا مونسو يا مونسو الراسية نيمار أعطينا هنا أماراتك للكرة الراسية. ترجع لنادي أنجي وندوي اندوي كان قريب ممتازة من جانب اللاعب اندوي ويحب نيمار. دي ماريا للسلام دي ماريا بلمسة حب يحط الكرة لكي يعادل الرقم دومينيك باتيناي. ماذا هناك ركلة جزاء ميغيل كوري نعم يتجه لنقطة الجزاء مشاهدي الكرام ويعطي الفرصة لنادي أنجي من أجل تعديل النتيجة. سنشاهد الإعادة مرة أخرى نعم الإنذار لكيرير الألماني بعد ميغيل كوري يعطي الإشارة هنا تقدم جول تجاونا بالباك دي برنس من علامة الجزاء. الكرة في جهة والحارس في الجهة المقابلة. هذه لعادة مرة أخرى وصلت الكرة لأنخيل دي ماريا يرفع دي ماريا على القناة. كيليان مبابي كافاني يحاول كافاني يرفع فرصة جول. هل في لمسة يد وهل في ركلة على الوسط معك يا مبابي تمشي لأنخيل دي ماريا. أنخيل يرفع الكرة أنخيل دي ماريا جهة اليسرى مرة أخرى ملعوبة الكرة هنا للعب طيب طيب يسدد متابعة بعد ذلك من حارس المرمى ألفونس. محاولة المرور فرصة 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 جول هدف ثاني كان قريب نادي أنجي. مشاهدينا الكرام الاختراق كان سهلا لزملاء أنطوي. شوف الإعادة ديلايد كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني. اعتقد الجميع بأن الكرة في المرمى ركز مجهوداته أكثر على التغطية الدفاعية والتنشيط الدفاعي أمام بيتيل وحارس المرمى بيتيل تنفذ الركنية. قد الجميع بأن الكرة في المرمى بينما خطيرة جول فيها جول فيها جول امبابي هدف ثاني يضيع لنادي باريس سان جيرمان وحدة بوحدة أنجي هداد من انطلاقة معك يا ديلايد ديلايد يدخل ديلايد والرابيو كيف انقذ البي اس جي من هدف بينما انطلاقة من نيمار نيمار يدخل نيمار نيمار بينما انطلاقة من كيليان مونسو أخطأ أخطأ في الدفاع أخطأ في الدفاع بعد ذلك الفون الممرات في دفاعات أنجي بينما الكرة ألقاب بطولة أوروبا للأندية البطلة بينما الكرة مرفوعة بالراس إذن تلعب الكرة من نيمار وبعد ذلك الدفاع يتذكر ترفع داخل منطقة الجزاء بالراس حقة التمركز بالنسبة للاعبين. أين يتواجد كيمبيمبي شوف كيمبيمبي شوف كيمبيمبي يرفع الكرة هنا محاولة المراوغة منك يا نيمار يلعب لكيمبيمبي كم لا يقول خطا بينما انطلاقة أمامية لوباب رجل الأعمال الشهير واحد من المقربين من عائلة دي ماريا حول المرور يلعب الكرة ناحية كيمبيمبي واحدة اثنين واحدة اثنين يا كيمبيمبي مع تنظيم دفاع محكم وبتكتل رائع بينما انطلاقة منك يا نيمار تلعب هذه الركنية على القائم الأول وستاد دورانس بينما انطلاقة من الجهة اليسرى فرصة فرصة
الرأسية بعد ذلك. شيني معك الكرة الآن في الجنيه حتى ربيني. فرصة خمسة ستة لاعبي ليونجي داخل منطقة الجزاء. فانساريولا مرت عليك فقط على الجهة اليسرى مع وجود لاعب انسوكي بين منطلقة وفرصة. هنا باريسية تدخل منطقة المناسب تصل الكرة ناحية لاعب انسوكي البديل. يرفع كرة داخل منطقة الجزاء بالرأس لكن الماضية ترجع كرة باريسية هناك على الجهة من مبابي. يلعب لكافاني امام هؤلاء الانصار بينما كرة الارضية الراسية ممكن ان تاتي بعد في عام 72 بينما انطلاقة من الجهة اليسرى لعناصر نادي اونجي. عودة موفقة ما يرتم من ناحية لاعب انسوكي ليرفع دي ماريا. نعم مرفوع الكرة دي ماريا. وأنت الذي دخلت العالمية من أوسع الأبواب. هناك كانوا شاهدين على أوروبا ولكن لا ننسى محليا بأن باريس سان جيرمان عنده مهمة. المستويات المنتظرة من طرف جماهير نادي باريس سان جيرمان بينما انطلاقة ملكة هنا يا كيليون ركنية في هذه اللحظات لفائدة البي اس جي على القائمة الثانية. كيليون بهذه الوتيرة ممكن ذلك بينما كرة باريسية تسديدة مرة جانبية أنخيل دي ماريا يتحصل على ركنية من جديد. نعم منذ الأندية البطلة معك يا ريمون بينما كرة وفرصة جول. باريسي الذي لا يرحم بأرضية ميدانه. هاو مبابي نعم على نفس الخطى قريب جدا من الوصول. أول نهائي في أو كان أول فريق فرنسي لعب نهائي بطولة أوروبا. المباراة الوحيدة التي أقنع فيها نسوكي حتى في الكأس الدولي للأبطال في تلك الحقبة المهمة في تاريخ الكرة الفرنسية بينما انطلاقة وفرصة. فرصة يا مبابي سدد لكن مرت عالية جانبا يا كيليون يا مبابي. أكثر حضور كيليون مبابي في هذه مع هذا اللاعب في الجهة اليسرى بينما انطلاقة من نيمار. يسري في السرعة نيمار يمر الكرة فرصة جول. يخرج بيتين نعم أمامه والعقاب قد يأتي في هذه الكرة. العقاب بالثالث ممكن الثالث كافاني. وين يا كافاني وين يا يمر الكرة للرابيو مبابي. الرابيو مبابي فرصة جول. هدف بلاي ستيشن هدف بلاي ستيشن. تيكي تاكا باريسية لمسة الكبار. السحر اللاتيني السحر البرازيلي. المتعة معك يا نيمار وقبله كذلك مبابي وايضا إيديسون كافاني. ما قلت وما ما تحدثت عنك يا ندعني المزيد. انسوكي يمر انسوكي يرفع كرة. حتى لو انجيب 22 هدف صعب جدا ايقاف باريس سان جيرمان حتى لو تكتلوا. متابعة من طرف سانتا ماريا. مونكاني يدخل عناصر نادي انجيب من الجهة اليسرى يراقب الوضعية. هناك تياغو سيلفا تصدي ممتاز بينما مهارتك يا نيمار يمر الكرة لانخيل دي ماريا. دي ماريا عنصر المباراة بينما انطلاقة سريعة. فرصة هنا لإضافة هدف رابع. فرصة وبالتالي يقطع بيدو. تمشي للجهة اليمنى معك يا مونسو. الكرة تطول بعد ذلك. الأدوار الدفاعية والهجومية لاعب لي يقرأ الميدان بشكل ممتاز. يعطي إشارة التنفيذ مرفوع الكرة. لعب من أجل ضمان البقاء بس سينشط الدوري الفرنسي بينما انطلاقة من مبابي كبير. هنا مرفوع ريولا. فخ فعلا بالنسبة لباريس سان جيرمان لذلك على طوخل أن يحضر لها بشكل جيد بينما